اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. نعمل مع بعض النهاردة كوفية رجالي بالغرزة دي، شكلها جميل. بتتعمل بغرزة البريد الامامي وغرزة الحشو. طريقتها سهلة وبسيطة، بتدي شكل جميل. عدد السلاسل لازم يكون زوجي يقبل القسمة على 2. هعمل 18 سلسلة، 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. كده عملت 18 سلسلة، هزود عليهم سلسلتين ارتفاع، يبقى بعمل عدد السلاسل اللي انا عاوزاه بالعرض اللي انا عاوزاه. بعد كده بقى بزود عليهم سلسلتين ارتفاع، بسيب اول سلسلة وبسيب التانية، بدخل في السلسلة التالتة وبعمل فيها غرزة عمود بلفة. واللي بعديها برضو بدخل فيها وبعمل فيها غرزة عمود بلفة، والسلسلة اللي بعديها بدخل فيها وبعمل فيها غرزة عمود بلفة. السطر ده كله بمشي في كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة. هكمل لآخر الدور وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وعملت فوق كل غرزة سلسلة غرزة عمود بلفة. هنبتدي السطر التاني مع بعض وهنرتفع سلسلة وهنلف الشغل. المكان اللي استفعت منه السلسلة مش هدخل فيه، هروح للغرزة اللي بعديها على طول واعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها هعمل فيها غرزة حشو، واللي بعديها كمان هدخل فيها وهعمل فيها غرزة حشو. السطر ده كله همشيها هعمل فوق كل غرزة غرزة حشو. هكمل بنفس الطريقة لآخر الدور وهرجع لكم تاني. وصلت لنهاية الدور وعملت فوق كل غرزة غرزة حشو. هعمل اخر غرزة حشو اللي هي هشتغل في السلسلتين اللي كنت ارتفعتهم. هدخل في تاني سلسلة وبعمل فيها غرزة حشو. طبعا ما انساهاش عشان لو نسيتها الشغل هيطلع متعورج معايا ومش مظبوط. يكون معايا بالشكل ده كده. هنتقل للسطر التالت مع بعض وهنرتفع 2 سلسلة وهلف الشغل. المكان اللي برتفع منه ما بشتغلش فيه، هروح للغرزة اللي بعديها على طول وهعمل فيها غرزة عمود بلفة. الغرزة اللي بعديها هشتغلها بريد أمامي، يعني أنا اشتغلت 2 سلسلة مكان العمود الأولاني ورحت للغرزة اللي بعديها وعملت فيها غرزة عمود بلفة. هروح للعمود التالت وهشتغل فيه غرزة بريد أمامي، ان انا بدخل من تحت العمود بالشكل ده كده وبطلع بخلي العمود تحت الإبرة وبسحب الخيط وبعمل غرزة عمود بلفة عادية بالشكل ده كده. هروح للغرزة اللي بعديها وهعمل فيها غرزة عمود بلفة عادية، يبقى غرزة هعملها غرزة عمود بلفة. في السطر ده هعمل غرزة عمود بلفة وغرزة عمود أمامي واروح للعمود اللي بعديه على طول. هدخل من تحتيه واعمل غرزة عمود بلفة وبفضل ماشية كده بنفس الطريقة، بعمل غرزة عمود بلفة عادية وغرزة عمود أمامي أو بريد أمامي. بدخل من تحت العمود وبسحب الخيط وبعمل غرزة عمود بلفة
وبفضل ماشية بنفس الطريقة كده لحد آخر الدور. بعمل غرزة عمود بلفة عادية وغرزة بريد أمين. هكمل لآخر الدور وارجع لكم تاني، وبفضل ماشية بنفس الطريقة وزي ما ابتديت الدور، وعملت 2 عمود بلفة، نهيته برضو وعملت 2 عمود بلفة في الآخر. هنتقل للسطر الثالث وهرتفع ارتفع سلسلة واحدة وهلف الشغل. هروح للغرزة اللي بعديها وهعمل غرزة حشو، واللي بعديها كمان هعمل فيها غرزة حشو. ظهر الشغل بنشتغله بغرز الحشو، انما لما بنقلب على الوش بنشتغل غرزة عمود بلفة عادية وغرزة عمود أمين. هفضل ماشية الدور كله بنفس الطريقة، هعمل فوق كل غرزة غرزة حشو، ومنساش سلاسل الارتفاع اللي برتفعها. هدخل في السلسلة التانية وبعمل فيها غرزة حشو، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر الدور وهرجع لكم تاني. هنتقل للسطر اللي بعديه على طول وهرتفع سلسلتين وهلف الشغل. الامامي هشتغله خلفي، الخلفي العمود العادي هشتغله عمود امامي، والعمود الامامي هشتغله عمود بلفة عادي. هنعكس الدور، احنا بنشتغل في غرزة العمود ما بنشتغلش في غرز الحشو، بنخلي العمود تحت الابرة وبندخل فيه. يعني غرزة العمود بلفة عادية هنخليها عمود أمامي، والغرزة الأمامية هنخليها عمود بلفة عادي، وهنا غرزة أمامي هعملها غرزة عمود بلفة عادية. واللي بعديها غرزة عمود بلفة عادية هعملها غرزة عمود أمامي، إن أنا بدخل تحت العمود ما بدخلش في غرز الحشو، خلي العمود اللي أنا بعمله في السطر اللي قبليه تحت الإبرة، فوق الإبرة بالشكل ده كده، وبسحب الخيط وبعمل غرزة عمود أمامي. والأمامي هعمل غرزة عمود بلفة عادية، وبفضل ماشية بنفس الطريقة من غرزة العمود الأمامي بعملها غرزة عادية، والغرزة العمود بعملها غرزة بريد أمين. هنروح عند الغرزة اللي بعديها هنعمل فيها غرزة عمود بلفة عمود أمامي، يبقى سطر بعمله عادي، بعمل فوق غرزة عادية غرز عمود بلفة عادية، وبعد كده بعمل غرزة عمود أمامي، وبعد كده بعمل غرز حشو، وبعد كده بعكس بعمل فوق الغرزة العمود بلفة العادية بعمل فيها غرزة عمود أمامي، وغرزة العمود أمامي بعمل فيها غرزة عمود بلفة عادية، وبفضل ماشية بنفس الطريقة، سطر بعكس وسطر بمشي عادي لحد ما أوصل للحجم اللي أنا عاوزاه والطول اللي أنا عاوزاه بالشكل ده كده. نرتفع سلاسل، بنعمل عدد سلاسل زوجي في الأول بيقبل القسم على 2، وبعد كده بنزود عليهم 2 سلسلة ارتفاع، وبعد كده بنعمل سطر عادي من غرز العمود بلفة، بعد كده بنعمل سطر من غرز الحشو، بعد كده بنشتغل غرزة عادية غرزة عمود بلفة عادية، بعد كده غرزة أمامية، بنفضل ماشيين بنفس الطريقة، بعد كده بنعمل سطر غرز حشو. ننتقل للسطر اللي بعديه على طول بنعمل فوق الغرزة العمود بلفة العادية غرزة بريد أمامي، والبريد الأمامي بنعمل فوقيه غرزة عادية عشان تدينا الشكل ده في الآخر، وافضل ماشيه بنفس الطريقه كده لحد ما اوصل للطول اللي انا عاوزاه. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه.